لحظات كبيرة وقعت في هذا اللقاء. اللحظة الأساسية هو أنه التقت وجهة نظر مغربية مع وجهة نظر إفريقية مع وجهة نظر دولية، وكلها ترتبط في أمر أساسي، وهو أن هناك مبررات قوية من أجل أن يسير المغرب في اتجاه الإلغاء. المرجع الأول هو الدستور، المرجع الثاني هو المقاربات البرلمانية من خلال الأحزاب السياسية، المرجع الثالث هو توسيع شبكات المناهضين والمناهضات، بحيث أنه المساوات المتعددة تدعو إلى مراجعة الموقف الرسمي المغربي من عقوبة الإعدام، ومراجعة موقع عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية. هذا أساسي، لأنه لا إلغاء إلا بمراجعة المنظومة الجنائية وبملائمتها مع الدستور وملائمتها مع المواثيق الدولية. إذا لم تتم الملائمة لن يكون هناك أي تقدم. الملائمة فسح باب التغيير في المنظومة الجنائية. هذا عمل تنقوم به كجمعيات كجبهات المناهضين، تقوم بين المجلس الاستشاري، أنا قدم مقترحات في مجال الإلغاء، تتقدم بعض الأحزاب السياسية اللي قدمت مقترحات لإلغاء مقترحات قوانين. واليوم المعول هو أنه المجتمع بأسره يساهم في توضيح السؤال لماذا لا يتم الإلغاء في سنة 2022، ماشي السنة المقبلة، سنة 22. لماذا لا؟ لماذا الانتظار؟ ننتظر ماذا؟ النقاش موجود الهادئ المسترسل بين كل المكونات المؤسساتية الجمعوية المدنية والقضائية، ومعنى ذلك أنه النقاش موجود. ومن يقول بأننا يجب أن نفتح نقاشا هادئا ومسؤولا، هذا من باب المزايدة، من باب الديماغوجيا. النقاش موجود منذ سنوات، منذ هيئة الإنسان المصالحة، ثم الجمعيات المناهضة، ثم المؤتمرات المتعددة لا في المغرب ولا في الخارج. والمؤتمر المرجع هو ديال 2014 في مراكش، مؤتمر الدولي حقوق الإنسان. ما يمكنش نبقى ننتظر أنه نكون في موقع ديال المناقشة الهادئة المسؤولة. لا أدري ما يقصد القائلون بهذه الدعوة. أقول لهم بأن هناك دعوة وهناك نقاش مسؤول وهناك مقاربات وهناك اقتراحات وهناك عمل تقدم بشكل كبير على المستوى الوطني والمغاربي والدولي. على المستوى المغاربي هناك لقاءات بين الشبكات المغاربية، هناك تحالف رسمي مغربي جزائري موريتاني تونسي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. على المستوى العالمي هناك نقاش واسع بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبين المنظمة الدولية من جامعة ضد عقوبة الإعدام. فإذا النقاش الوازن الهادئ المستمر راه مفتوح لمن لا يدري أن هناك نقاش واضح. ولذلك أقول بأنه أنتظر أن يكون النقاش في أقصى حده هذه السنة بأمرين. أمر أول هو أنه يصادق المغرب على الموراتوار ديسمبر 2022، يصوت على مقرر الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام. والخطوة الثانية التي أنتظرها هو أن يأتي وزير العدل بمشروع قانون لا يتضمن عقوبة الإعدام، باش نسميه وزير مغربي سميته عبد اللطيف وهبي، وأسميه بادانتير المغرب. نحن في حاجة إلى مسؤول سياسي وحكومي يسمى بادانتير المغرب. لماذا لا يكون هو وهبي عبد اللطيف؟ ولكن أجل أن يكون بطلت المغرب علي أن يرفع قبعة المسؤول مقيد بمنطق الحكومة المتردد الخائف و إلى منطق القانوني الحقوقي الذي عبر في عدة مرات عن موقفه القاضي إلى عقوبة الإعدام. هذا الخلط والمواقف المزدوجة أنا شخصيا تقلقني، أحترم أصحابها ولكن عليهم أن يتقدموا في القضايا الإنسانية الكبرى. يعني عقوبة الإعدام ماشي مسألة مغربية ماروكو ماروكان، هي مسألة بعد دولية، وماشي مسألة الشريعة، هي مسألة حقوق الإنسان، وماشي مسألة الحكومة، هي مسألة المجتمع وقواه الحية، وماشي مسألة ديال الرأي العام، لأن الرأي العام والمجتمع لا يؤثر في القضايا الكبرى وفي القرارات الكبرى التي تتخذها الحكومات والمسؤولين السياسيين. نحن في حاجة إلى رواد في الفكر والثقافة والسياسة، هم الذين سيغيرون الوضع في المغرب في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. أما الرأي العام سيساهم بالمناقشة في الانتقاد في التبني في الرفض،
نستمعوا ليه، ولكن أصحاب القرار كما وقع في فرنسا في 81 ما داروش تصويت شعبي. قوة سياسية عندها الحق باش تضغط وباش تعمل العمل ديالها السياسي، وانتصرت الانتخابات وطبقت برنامجها. اليوم نوجهنا نداء احنا للأحزاب السياسية، تنقول لهم الله يخليكم دخلوا إلغاء عقوبة إعدام في البرامج لكم الانتخابية، ولا أحد قرر ذلك بشكل صريح. هناك من الأحزاب ما قررت بداية النقاش ديال عقوبة إعدام، ولكن حزب واحد اللي قال إلغاء عقوبة إعدام هو FFD. أحزاب أخرى منها من قال هذا نقاش حقوقي، ومنها من نقاش يجب أن نفتح نقاش مجتمعي، ولكن لا أحد قال بضرورة تغيير عقوبة إعدام، بما في ذلك الذين قدموا مشاريع مقترحات قانون في الولايات التشريع السابقة أو اللي قبل ما هذه يتبنون فيها أطروحة إلغاء عقوبة إعدام. أقول لك إلغاء عقوبة إعدام مصيره قريب، وسنلتقي عندما يعلن المغرب إلغاء عقوبة إعدام. شكرا.